مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين العربية. الفيديو مالت اليوم هو عن تطبيق تيك توك، تحديدا كيف راح أوثق حسابي التيك توك بالعلامة الزرقاء. حبيت أعملكم هذا الفيديو، لكن قبلها أتمنى كل شخص يدخل على هذا الفيديو وما مشترك إنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك الفيديو. رجاء الاشتراك مجانا، تفعيل الجرس مجانا، فاشتركوا بالقناة، فعلوا الجرس. المعلومات اللي تاخذوها من عندي معلومات أكيدة إن شاء الله، وخلي أدخل من داخل متصفح جوجل أشرح لكم الطريق. في البداية راح أدخل على متصفح جوجل حتى أشاهد المعلومات اللي ذاكرها تطبيق تيك توك عن توثيق الحساب. وطبعا أنا قريت وشاهد فيديوهات للأسف كثير منها معلومات خاطئة أو نصفها صحيح نصفها خاطئ. حتى أشاهد ما كاتب الدعم عن توثيق الحساب بالنسبة للتيك توك راح أدخل على متصفح جوجل، وهذا الموقع الرسمي مال التيك توك. هنا الحسابات الموثقة، هنا كل شيء تريده موجود هنا، هذا الكلام الصادق. هنا شارة التوثيق كاتبي لك انه هي شارة او علامة تعطى زرقاء لبعض الحسابات، مو لكل الحسابات. هذه الحسابات راح تكون تتوثق، راح يكون بها علامة زرقاء هنا. هذه الحسابات تعطى للمشاهير، تعطى للمؤثرين والحساب نشط. فاني يعني مو لكل الحسابات راح تعطى هذه الشارة. ننزل للأسفل لمن تمنح هذه الشارات. هنا إذا تقرون هنا هذه الشارات راح تمنح فقط اللي راح يكون حسابه صار لأكثر من 6 شهور، بغض النظر عن عدد المتابعين. يعني عندك لنفرض 100، لكن حسابك يدخل لملايين وعندك تفاعل، فهذه الشارة راح توصلك وطبعا أنت تقدم عليها. وطبعا هنا التوثيق راح يكون مو يعني حسابك لازم يكون عام والكل دا يدخل عليه، لكن حسابك أصلي أنت تديره من نفس موقع. يعني أنا بألمانيا، أنا بألمانيا حسابي باسمي وهكذا أنا أديره، فهنا راح توصلك شارة التوثيق. إذا تشاهدون بالأسفل كاتبي لي أنه أيضا لازم مكتمل الملف الشخصي وحاطط صورة على الملف الشخصي، وأيضا مأمنة ببريد إلكتروني ورقم هاتف، وهذه الشارة راح توصلك. أسفل إذا نزلنا كاتبي لك كيف يتم توثيق الحساب. راح تدخل على الإعدادات وتدخل على عام وتروح على الحساب، وراح تظهر عندك هناك بصفحة الإعدادات. هسا أشوفكم وين راح تظهر توثيق الحساب. وبالأسفل كاتبي لك هذه الميزة غير متاحة حاليا في كل مكان. أنا بألمانيا ما واصلتني، إذا أحد بألمانيا واصلته حتى أجد حل. أما أنا إلى الآن ما شفت واحد بألمانيا واصلته هذه الميزة. فأتمنى أنه كل واحد يكتب البلد مالته، وهل أنه شاهد أحد موثق حسابه مثلا في العراق خليه يكتب لنا بالإعدادات بالرسائل عفوا، حتى أنا أنطيكم حل إلها ونراسل الدعم بهالطريقة. وهنا كاتبي لك كيفية إزالة التوثيق الخاص بك وغيرها. هذه الشارة أكيد راح تفيدك أنه يشتهر حسابك. راح نشوف شارة التوثيق، راح نروح على تطبيق تيك توك. هذا حسابي أتمنى تشتركون بي KHLD 123535. بعد أدخل على 3 أسطر وأدخل على الإعدادات والخصوصية، أدخل على الحساب. كاتبين هنا راح تظهر، إذا ما ظهرت عندك معناتها أنه ما واصل عندك. فأتمنى أنه مرة أخرى كل واحد يعني يعرف أنه بلده موجودة هاي الشارة يكتب لنا، مثلا العراق موجودة، السعودية موجودة وهكذا. أنا بألمانيا ما شاهدت أحد أنه عنده موثق بالشارة الزرقاء. بنهاية الفيديو إذا عجبك الفيديو واستفادت منه لا تنسى دعم القناة بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، أكون جدا شاكر. مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا، مع السلامة. أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبها برسالة، أنا حاضر. شكرا لك، مع ألف سلامة.